414 ويل هورس باور، القوة عند العجل، هو ده اللي العربية دي بتولده، يعني بتاع 450 بريك هورس باور عند الموتور. والعزم ما نعرفش، بس بنتكلم 500-600 نيوتن متر، أرقام مرعبة. جر أمامي بس عليها سامي سليكس من قدام، والعربية متعدلة بالكامل، مفروض دي تكون أسرع جتة في مصر. تعالوا نشوف إيه حكايتها ونتكلم مع صاحب العربية كمان، يلا بينا. ازيك يا هشام، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله بخير. طيب هشام كان طلع قبل كده معانا بعربيته، بس هو ما طلعش نفسه، الباكيت روكت البي ام دبليو ال 135، كانت عربيه طايشه جدا، وهشام شخص خجول وما كانش عايز يطلع. بس الصراحه يا جماعه، بصراحه انا كسول. ليه بقى كسول؟ لسبب وجيه، ان التعديلات اللي في العربيه دي مثلا بتاع 3 صفحات تعديلات، فانا مش هحفظها ولا هقدر احسب، يعني عايز ادي حقها العربيه حقها. فقلت ايه بقى، هشام هيطلع المره دي وهيحكي لنا ايه الحكايه بالظبط. تعال ناخد العربيه من قدامي هشام. هي اصلا ابتدت ايه؟ ابتدت جيتا ستوك 2013. ابتدت جيتا ستوك 2013. تقدر تقول لنا تقريبا صارف قد ايه على العربيه كده بالويم، او هي كام، يعني تساوي كام مثلا بعد كل التعديلات؟ بعد كل التعديلات دي من يعني من 1,200,000 لمليون 350. اوكي، انت عامل فيها تعديلات كبيره جدا من والى ويعني عامل تعديلات في الهاردوير كمان كله. طيب وانا شايف الاكسدام ده بتاع الجي ال اي زي ما انتم شايفين من تحت، وحتى عنده البراندنج بتاع جي ال اي. طيب تنور لنا الانوار نتفرج عليها، لان برضو الانوار معموله حلو. دي انوار من جي ال اي، انوار من شركه فيلاند. فيلاند ولا لان؟ لان. فيلاند دي حاجه تانية، فيرتشو واللان. اوكي طيب بصوا الانوار اهي زي ما انتم شايفين، وادينا اشاره كده هشام، الاشارتين حتى دايناميك كمان. تمام. ممكن بقى نشوف الحته اللقطه، القلب النابض، القلب النابض. طبعا المرايات زي ما انتم شايفين برضو هنا باتمان، او دايناميك لايتس، وفيها دايناميك لايتس الاشاره. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي طيب تعالوا استنوا بس، هنعدي عربيه النقل يا جماعه عشان دي ممكن تاخدنا عادي. تعالى كده، خبر ابيض، عفرنا هيعفرنا كمان. ارجع تعالى اشرح لنا ايه اللي بيحصل، ايه ده. طيب يعني انا شفت عربيات كتير قوي من مجموعه في دبليو عامله نفس التعديلات اللي انت عاملها بالظبط. انت حاطط موتور البي دبليو اي، بي دبليو اي لاست جينيريشن، الجيل الاخير. وحاطط الكويلات بتوع الار 8 اللي هم الحمر زي ما انتم شايفين من هنا، وعندك يعني اير انتيك ضخم جدا واير فلتر، وعامل ايه تاني بقى؟ انا حاطط المباني الار 8 شاريها طبعا جديد، بيجات بيك ار 8 رامير اوفر سايز انتيك، عليها كامتين موتور السي دي ال، الكامات بتاعت بتاعت الموتور مغير. ده انت مغير في الهاردوير دي كده يا جماعه، دخلنا في حاجه اسمها ستيج 3، لانه ده اللي بيشمل تغيير قطع في الموتور. ستيج 1 و2 ده ممكن يبقى سوفت وير، 3 ده لازم يبقى ايه، او شوفوا اتاكدوا من الليسته، اصل هي ليها لسته كده. ستيج 1 ده اكيد سوفت وير، ستيج 2 بيبقى لعب في حاجات اعمق شويه، ستيج 3 بقى لازم تبقى داخل مغير قطع هاردوير. فهي عليها كامتين السي دي ال، كامتين متغيرين. وعليها الترومبا الهاي بريشر من اوتوتيك، داون بايب، ثريد بايب، علبه ماجنفلو، عليها ووتر ميثانول كيت من شركه سنو. اوكي ستيج 2.5. اوكي عليها عداس بوست من شركه جاريت، عليها الكنترول بتاع الووتر ميثانول كيت، عليها ووتر ميثانول وايه، وبتاخد ايثانول كمان الاثنين، بتاخد ايثانول وعليها بوجات بيك ار 8 وستيب كولدر. اوكي طبعا خراطيم كل حاجه، وعليها بوستاب، الخراطيم كلها متغيره. تعالوا بصوا اصلا على الحته بتاعه الووتر ميثانول كيت، تعرف على طول الالوان الازرق مش البلاستيك. أوكي. عشان بيتكسر. اوكي من كتر البوست، شايفين الازرق ده بتاع الووتر ميثانول والمباين والاير انتيك، ودي خرطوم الووتر ميثانول اهو. اوكي واصل تحت. أوكي. عليها طبعا توربينه كي او 4، توربينه كي 04 الكبيره، كي 04، وعامل ريلوكيت كيت عشان يعني اعدل واعرف اعدل الخراطيم والحاجات. طب هسالك سؤال لوزعي، الوزن بتعمل فيه ايه؟ يعني توزيع الوزن العربيه كده، انت اضفت هاردوير كتير، الوزن هل بتعيد هل وزنت العربيه ابدا؟ تعرف لا. التحميل الوزن اتغير ازاي؟ لا انا مغير بس التعليق كله بلشتاين بي 6 اللي هم كويل اوفر، فمنشفها. بتحس انها بتحدث في وزن في اتجاه نتيجه تغيير الوزن، نتيجه انها بس ممكن راسها ممكن بقت اتقل. لو هدوس جامد ممكن تحدث سن يمين يعني انت بس ده ممكن يكون، ده ممكن يكون اللي بيسموه تورك ستير على من كتر ما العزم عالي، مع ان حتى الكاوتشات اللي قدام سيمي سليك، بس سيمي سليك بس برضه ما هيلعبوا. انت بتتكلم في 400 وحاجه 450، والعربيه ستيج 3 موتور وفتيس اوكي طب انت عارف قد ايه تقريبا عزم؟ احنا ما عندكش اي فكره خالص والله، يعني شيت في البيت بس ما تقدير معنا. كام مثلا
ومعدي ال 500 معدي ال 500 نيوتن متر. وعندك هنا 6 ولا 7 الديول كلتش؟ الستة الديول كلتش الوات طبعا اكيد لان مفيش اي حاجه دراعي هتستحمل هيتفرتك من اول طلعه. حتى الفتيسه مستر ماجد انا حاطط له الفلتر الزيت بتاعه تبع مجموعه فولكس اسمه هاي بيرفورمانس واشبل فلتر, بتشال ويتغسل وتحط تاني عشان القوه ويستحمل ايه قوه الفتيس. مذاكر وانت بتعدي العربيات. انا عارف حته تانيه كمان في العالم. طيب خلاص ننزل بقى الكبوت ونشوف بقيه العربيه كده, ناخد لفه سريعه حواليها نشوف الحاجات الجماليه. عرفنا الحاجات السنه بقى ما تقفلش. ايوه كده. تعالى اولا نشوف الكاوتش من هنا. الكاوتش زي ما انتم شايفين العربيه متوطيه جدا بالكويل اوفرز والبلشتاين والسامي سليكس. والمقاس الكاوتش هنا 225 40 18, ومتوطيه جدا العربيه, هتبقى حاده في المطبات جدا. ومن ورا نفس المقاس بالظبط 225 40. وبعدين عايزين تعالى نشوف ال حاطط هنا كاب سبويلر دبل سبويلر. يعني مش حاجه قوي بس ممكن في عربيه سريعه. طيب وبص الانوار الخلفيه زي اودي بالظبط, اوكي, وبرده فيهم الدايناميك لايتس واربع فتحات شكمان عليهم التيبس اكروبوفيتش. وبرده عندي ديفيوزر, ده انت عامله عموله مش كده؟ ده ديفيوزر معمول عموله زي الجي ال اي بالظبط, زي الجي ال اي. اوكي, وده التانك بتاع الووتر ميثانول كده. تعالوا نشوف التانك. استنى افتح لك من جوه. نفتح الشنطه, فيها سباكه كتير العربيه, الموضوع معقد. التانك جوه, تعالوا شوفوا التانك اهو من هنا, ووتر ميثانول كيت وكل حاجه هنا. تعالوا نشوف العربيه من جوه بسرعه جدا وبعد كده نجربها على الطريق ونعمل لها اكيد تسارع. يلا بينا. تعالوا نشوف التعديلات اللي جوه العربيه. انت معدل كمان الكراسي مش كده, والكهرباء كلها. كراسي باسات بي 7 كهرباء, باسات بي 7 كهرباء. اوكي, الطاره طبعا شفتات شفتات, وحاطط هنا كمان عدادات البوست. ده عداد بوست التربو من شركه جارت, وده عداد الكنترول بتاع الووتر ميثانول كيت. اوكي, والشاشه طبعا اندرويد. الشاشه هنا تحت اندرويد تمام, ودي عصايه فتيس المضيئه. طبعا مغير السقف بالكامل بالقوايم اسود زي الجي ال اي. اوكي, احزمه احمر وبس. العربيه ده كلها من جوه. اوكي, تعالوا نجرب العربيه على الطريق. يلا بينا. هشام, العربيه حاده جدا وعايزه تجري. صوت الشكمان حاد جدا وعايزه تجري جدا. اوكي, وبتعمل تورك ستير في كل الاتجاهات. ده من اقل لمسه يعني, هي ممكن فعلا تبقى العزم. انا مش عارف حتى, انا مش قادر اتخيل العزم كام, بس هو عالي جدا يعني. تعمل ايه لما بيطلع لك شويه رمل؟ والله انا بمشي على, بص يعني بالقانون السرعه 60 بمشي 60. انا عامل العربيه لنفسي بس ان انا ما بجريش لسه يعني. ما بتجريش. طب كويس, لان هي طايشه يعني. طايشه وباين من اقل دوس. احنا حاطينها في المود الرياضيه على طول يا جماعه. بس السامي سليكس دول مساعدين اكيد. طبعا انا خايف ازود عليها مش عارف ليه, حاسس انها هتفلت خالص فيها. طبعا فيها, والتعليق بتاعها ناشف وشايل كتير كمان. جاي لك برضو شايل الكاردرتين اللي قدام عشان كانوا بيحكوا. اوكي, كمان انت متخيل برضو في اي ملف هنسمع شايلهم. بصوا بقى المطب يا جماعه, بصوا بقى المطب هيبقى حكايه هنا. استنوا, انا خايف من المطب اصلا. مش بشعة قوي يعني, انا شفت اوحش من كده بكتير, شفت عربيات بتتكسر في المطب ده, بس انا هديت السرعة طبعا. خبر ابيض. وانت عامل كراكلز وعامل, انت عامل كل, انت لعب كل الالعاب مش كده؟ والبلو اوف فالف كانت جدا. عايزين بس نسخن الكاوتش شويه. طب اخذت منك وقت قد ايه عشان تعمل التعديلات دي كلها؟ ده كتير, ده وقت كتير يعني. والله دخلت فوق الشهرين وشويه. بس شهرين. انا كنت حاضر, كنت انا نازل من اجازتي حاضر بقى, واقف على واقف. اوكي, وهياج لوحده دخل له فوق ال 15 يوم. ايه ده؟ وهياج لوحده, لان هي لونها في الاساس اسود. اسود؟ انا غير لونها لازرق بس بدرجه بيرل. اوكي, الصبح حاجه وبالليل حاجه. اوكي, يعني في صدفه لون تاني. لا العربيه فيها بيرفورمانس وحش يعني, باين قوي, بس عايزه التورك ستير على طول على طول. ولو بالليل مع الايثانول والميثانول والفرقعه برضو بتطلع نار. انا متخيل.
حته كده. ده كل ده في الرابع. لا نفسها طويل قوي كمان. بالرابع وبالتكييف. بس الفرامل عندي شويه اعتراض خفيف مش كده؟ الفرامل محتاجه تكبر عشان يعني تتعامل مع القوه. انت محتاج ديسكات كده. محتاج طنابير اكبر. انا كل ده يا جماعه بحسس على بدال التسارع بجد يعني يا دوب كده عشان بس ايه ما تهربش خالص. كانت محتاجه فور ويل درايف الصراحه، كانت تبقى قنبله قنبله قنبله. بس دي بقى شغلانه كبيره قوي. طبعا قص بقى وتعليق ورا بيتغير ودي ابتدت حياتها 1600 عادي ولا ابتدت حياتها ايه؟ 1400 عادي. كراسي قماش كراسي ولا طارش ابتدت ولا اي حاجه. عشان كده انا كنت عايز اطلع اتكلم عشان المجهود اللي اتبذل كبير قوي والعربيه اتبدلت يعني، وصوت الشكمان حلو كمان. ده مش شايفنا ولا سمعنا. مش عارف ماشي لوحده، مش عارف اعلق اقول ايه، مفيش تعليق يتقال يا جماعه. يلا كويس ان هو يعني على الاقل واخد الحاره بتاعته. تقلق العربيه دي شويه، انا خايف من الرمله اللي هنا. لا 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 ناخد المطب في الحته الاحن شويه. بس كويس ان التعليق بتاعك ما بيخبطش يعني، ما الكاوتش ما بيخبطش. It doesn't bottom out. شايف بقى حبه الرمله والزلط دول قلق جدا. هي بتقولي انت ايه اللي بتعمله ده، ما تدوس يا عم. دي فيها ايه؟ دي فيها 270 و80 مستريح مش كده؟ 270 حصان؟ لا السرعة. السرعة؟ السرعة لا هي بتروح يعني بتنزل ال 280 بتروح. حسيت انا رجعت في كل كلامي يا جماعة. رهيبة رهيبة، فيها بيرفورمانس عالي جدا. أنا مش عارف التسارع هيبقى عامل إيه بالفرق كله، بس الكاوتش كمان فارق جدا ان انت حاطط سامي سليكس قدام، فارقين قوي. وبس هي ناشفه ازاي دي ديلي؟ بتتعامل معاها ازاي بقى؟ احكي لي. بحسس لا فيها اداء. طيب تعالوا نجرب التسارع يا جماعه، يلا بينا. تعالوا نجرب التسارع، قافل الثبات الالكتروني وقافل التكييف، تعالوا نشوف العربية هتعمل ايه. فيها لونش. صعب السيطرة عليها العربية، مش سهلة خالص. 6 ثواني. 6:18 بالظبط. كمان تجربة عكس الاتجاه. استنى نحطها في المود الرياضية، قافلين الثبات. ستة 22 رقم هايل. كاوتش ايه يعني من غير سامي سليكس العربية دي تروح خالص، تروح. برافو عليه. وزي ما شفتوا العربية سرعت من 0 ل 100 في 6:18 و6:22 في عكس الاتجاه، في جو احسن شوية ابرد شوية، مع ان الجو النهاردة موجة الحر كسرة يعني، ولكن لسه 33. طبعا في الشتاء ممكن تلاقي الاداء احسن شوية، بس في المقابل برضو ممكن الكاوتش ما يبقاش ايه لازق في الارض قوي. الحر بيفيد ان الكاوتش بيبقى لازق فيه، وطبعا العربية بتحرق بتحرق بتحرق. برافو هشام، هشام شاطر جدا وفاهم قوي اللي بيعمله ومحسوق جدا، وكان مستني انها تبقى يعني العربية حالتها ممتازة عشان تطلع على القناة. و6 18 بالنسبة للجر امامي بالنسبة للعربية دي فهو اعجاز. اعتقد دي فعلا اسرع جاتا من الجيل ده على القناة، اوكي بدون منازع يعني، ولكن ما هياش اسرع عربية جر امامي. لو فاكرين الايبيزا البوكيت روكت، لانها طبعا اخف فكان رقم احسن شوية، كانت برضو في الشتاء يعني. ممكن نشوف العربية دي تحت الستة لو في الشتاء،
بس برافو. هشام بيقول هي ديلي، انا حاسس مش على كل يوم، ناشفه جدا، ولكن برافو عليه، عامل تعديل قوي جدا، بالذات الحته اللي قدام اللي حاطط كاوتش سامي سليك على الجار الامامي. برافو هشام، ونحييه ونشجعه، واللي عجبه الكلام ده يعمل لايك وشير للفيديو ده وسبسكرايب للقناه لو عجبك الكلام ده، ونتقابل في العرض القادم. سلام.